الفيديو ده ان شاء الله لتجهيز بوزة الجيجن، يعني ايه نحاول نسهل على بعض كده في الايه في السريع ان شاء الله. هبدأ معاكم الاول بتركيب الاسكارت على الهوك على طول كده ان شاء الله. ادي الاسكارت وادي الهوك، تمام. هجيب اي ابرة عندك اعملها بنفس الطريقة دي كده، يعني ايوه بس بنت في الصورة بنفس الطريقة كده من عندك. طبعا الاسكارت بنجيبه بيبقى مقفول من هنا، بنفتحه ندخل دي كده، تمام، واشبكها في الخيط بتاع الهوك، تمام اهو. اسحب كده طلع الايه الخيط معايا، خلاص دي كده مهمتها انتهت، شكرا، تمام. أبدأ أظبط الهوك بتاعي وأجيب حلقة سلك مقفولة أو زبلت أهي، تمام. أعديها كده مرة، ماشي، وأعديها كده مرة كمان بحيث إن هي تبقى إيه قوية معايا متتحركش، تمام كده. كده الهوك جاهز بالسكارت على التركيب، وادي حلقة مفتوحة هبدأ أركبها في الجيجاية الأول. نختار أي جيجاية احنا عايزينها، مثلا صيانة الجيجاية ديت، وهاجي أفتح دي حلقة. اهم حاجه ايه بس حته إيه؟ حط صباعي كده وانا بلف عشان ايه اركب الحلقه بسرعه، واجي برضو تاني بنفس الطريقه اروح فاتح الحلقه كده، تمام، واروح مركب فيها الهوك بتاعي بالسكارت. تمام، تمام كده. كده الجيجاية جاهزة ان احنا نركبها في الليدر على طول، تمام. هركنها دلوقتي، هركب الليدر بتاعي، ادي حتة الليدر اللي معايا 2.5 متر كده ولا حاجة، ولا 2 متر، ولو 1.5 متر شغال برضه لو ايه مش حابب تستخدم كتير. ادي الليدر بتاعي، خلينا في رابطة ايه في رابطة سهلة كده وسريعة. اروح تاني الليدر كده عشان ايه ما نضيعش وقت، واجي طرف الليدر اهو، وهاجي هبدأ اهو زي ما انا كده هلف كده، تمام. زي ما انا بلف كده ان شاء الله، ورص كام لفة كده جنب بعض، ادي كده زي ما انا ماشي بلف، تمام. وهبدأ افتح الحلقة بتاعة البريد، تمام، واروح مدخل فيها الليدر زي ما احنا شايفين كده، آسف، أرجع تاني أهو أبدأ من الأول، أه طبعا مظهر، معلش اللي يعرفني عارف، تمام كده. ماشي،
كده ايه، احنا في الصليب، وهبدأ اشد ده كده. واخدين بالنا؟ خدنا بالنا نزلت ازاي بسرعة؟ ادي الرابطة بتاعتي، اشد جامد، بقت زي ما احنا شايفين كده اهي. خدتوا بالكم الرابطة عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليها، قوية جدا جدا يعني، رابطة جميلة وسهلة وسريعة جدا يعني. عشان ايه ما تضيعش وقت معاك، تقص الزيادة ديت. في ناس طبعا بتحب تلسع الحتة الفتلة الأخيرة دي، أنا ما برجحش كده، عشان أي سخونية بتيجي بتأثر على على الليدر ده يعني، أي سخونية بتقرب منه بتأثر عليه أكيد طبعا. تمام، هحاول أقص الزيادة على قد ما أقدر، هي تقريبا اتقصت على الآخر أهي، حاجة بسيطة أوي. تمام، اتقصت أهي، وأقص برضو الزيادة من البريد. تمام، قصينا كده ايه الزيادات بتاعتنا، وادي الرابطة زي ما احنا شايفين، اسهل رابطة ممكن تتخيلها في اعتقادي يعني. في ربطات كتير بس دي رابطة سهلة وجميلة جدا وسريعة. عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بقى ايه، نجيب طرف الليدر من الاول. طبعا المكنة بعيد عني، ادي الايه الحلقة المقفولة، ندخل فيها الليدر كده زي ما احنا شايفين. تمام، في كذا ربطة يعني، في ربطات كتير، خلينا نعمل السهل الممتنع اهو. ادي الربطة ديت ايه، من الربطات السهلة جدا اهي. وهاجي اروح شادد، ادي كده ايه ربطتي بقت زي الحديد. مؤاخذة بس هشد الطرف ده بسناني كده، كده ربطتي جامدة وزي الحديد اهي زي ما احنا شايفين. طبعا عايز تزود بقى عدد اللفات هتزودها براحتك. بص اسيب حتة بس بسيطة كده، عشان لازم ازود عدد اللفات طبعا عن كده. وممكن اروح اعمل دي ميجوز برضو، تعملها ميجوز وتقلبها كده وتلف برضو ايه، وهي ميجوز تديك نفس الايه، بس تبقى اقوى من كده شوية. وبكده تبقى ايه، احنا جاهزين على الايه، على الشغل على طول بإذن الله، وربنا يرزق بأمر الله، ويبقى موسم خير عليكم جميعا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.